السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم الصحة اليوم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع يهم كل بيت مصري، بل يهم كل فرد مصري. الموضوع ده بياخد حيز كبير جدا من تحليلاتنا ومناقشاتنا اليومية، لأنه موضوع زي ما قلت بيهم كل فرد وبيمس أدق تفاصيل في مجتمعنا. بدون أي مقدمات، احنا إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن الأسعار وارتفاع الأسعار. إيه أسباب ارتفاع الأسعار؟ طيب إيه الحلول اللي احنا ممكن نطبقها عشان نواجه الارتفاع الأسعار ده، خصوصا إن مشكلة ارتفاع الأسعار مشكلة مزمنة في مصر، بتمر بيها مصر منذ عهود طويلة، والحقيقة احنا بنحس إن المشكلة ملهاش حل. لكن الحقيقة ما فيش حاجة ملهاش حل، بس المشكلة في تطبيق الحل ومتابعة تطبيق الحل. بدون اي برضو مقدمات، نرحب ونشرف ان احنا نستضيف الخبير الاقتصادي الاستاذ ابو الحجاج مراد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. الاستاذ ابو الحجاج مراد محمد، الخبير الاقتصادي ومدير عام الشؤون الاقتصاديه بالغرفه التجاريه بالجيزه. استاذ ابو الحجاج، بدون اي مقدمات، الناس كلها عارفه يعني ايه ارتفاع اسعار، فمش محتاجين ان احنا نعرف شيء بالفعل معرف، لكن محتاجين ان احنا نلقي الضوء على اسباب ارتفاع الأسعار، وناخد واحد واحد ونحاول نشوف إيه حل المشكلة دي، إيه حل السبب ده عشان تنتفي هذه المشكلة من مجتمعنا. نبدأ بموضوع القرية. القرية طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا كدولة جمهورية مصر طبعا مفروض في الأصل دولة زراعية، وتقريبا القرية واخدة حوالي 70% من إجمالي مساحة مصر، ورغم كده مساحة السكان، بدل ما تكون هي يعني منطقة منتجة بقت عبء على المجتمع المصري. ازاي ان احنا نعيد القرية من كونها يعني مستهلكة الى منتجة تكفي نفسها وكمان يعم خيرها المدن اللي حواليها؟ ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وكل سنة وانتم طيبين. في البداية عايز اقول معلومة صغيرة كده للمشاهد ولاخواننا عشان نفهم يعني ليه بترتفع الأسعار في ظل نظرية العرض والطلب. تمام. لو قلنا عندنا قرية صغيرة يسكنها 1000 نسمة، فيها يعني على سبيل المثال هناخد مثال الخبز، وعلى فرض ان هو مش مدعم، يبقى كل فرد من القرية في الألف بياكل 5 رغيفة في اليوم. عندي مخبز بينتج 5000 رغيف. طيب ال5000 رغيف بيتباع الرغيف بربع جنيه. لو سكان القرية دول بعد سنتين زادوا 200 واحد، سواء إذا كان جات لهم هجرة خارجية أو من المواليد، طيب ال5000 رغيف مش هيكفوهم. أعمل إيه؟ في حلين، يا إما أزود طاقة الإنتاجية للمخبز عشان أكفي الـ200 اللي اتولدوا بـ1000 رغيف تانية، أو أستورد الـ1000 رغيف من قرية تانية. تمام. طيب اذا ما كانش عندي فلوس عشان اشتري العيش ده من قريه تانية، اعمل ايه؟ تبادل بقى سلع. هزود مضطر ازود الانتاج. طب ما عنديش طاقه ان انا ازود الانتاج، يبقى هقسم ال 5000 رغيف على ال 1200 فرد على الموجود، يبقى هينقص نصيبه من الخبز. وبالتالي هنا هتحصل منافسه على شراء الخبز، يبقى بدل الخبز ما بيتباع بربع جنيه هيوصل ل 30 قرش و 40 قرش وهكذا، لان اللي هيروح الاول ومعاه فلوس اكتر هو اللي هيشتري اكتر عشان يحصل على نصيبه. تمام. نفس الكلام في الاسعار في جميع السلع والخدمات، كلما زاد المعروض من السلعه هيقل السعر. تمام. نقص المعروض بيزيد السعر. تمام. احنا مشكلتنا في مصر عموما ان انتاجنا اقل من استهلاكنا في سلع كتيره جدا. طب ايه السبب خصوصا في القريه نفسها؟ ايه السبب؟ يعني القريه المفروض تكون منتجه بالاصل. احنا بالنسبه للقريه ليها خصوصيه خاصه، القريه كانت هي ام الانتاج وام الغذاء للمدينه. قبل حتى ما نبدا نستورد من، يعني لو دخلنا وصلنا رجعنا للثلاثينات والعشرينات، كانت استيراد الغذاء ده شيء من الرفاهيه للناس الاكابر اللي هم الطبقه العليا. انما كل البلد بتاكل من انتاج القريه، إذا كان دواجن، إذا كان لحوم، إذا كان ألبان، جبن، بيض، دواجن، كل وهكذا، كان كله كان بيجي من القرية يروح المدينة، لأن القرية كانت بتنتج وتكفي نفسها وتصدر الفائض بتاعها للمدينة.
ده الطبيعي. ده الطبيعي. لما تغير النمط الاستهلاكي للقرية في السبعينات والثمانينات أصبح الفلاح النهاردة ما بي 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 بيخجل من أنه يربي فراخ. بيخجل أنه يربي ماعز في البيت أو زريبة ماعز. يعني مش الكل، مش هنقول الجميع، لا، فئة كبيرة منهم. فأصبح بيعتمد في غذائه على حاجات كتيرة من التي تستهلكها المدينة. وخاصة مع دخول إنتاج المزارع من الفراخ البيضة والفراخ فراخ المزارع يعني. وكانت أرخص إنتاجا من أنه تتربى في البيت وكلام من ده. تمام. فأصبح قضى على فئة كبيرة من الناس اللي هي كانت بتنتج غذائها وتصدر الفائض منه المدينة. طب هل ده ناتج من هجرة الفلاحين إلى المدن؟ أنه هو ساب بقى نمرة واحد، هو تغيير نمط حياته من فلاح زراعي بيقوم الصبح عشان يروح الغيط إلى رجل موظف بقى، يعني منه جزء في الوظيفة ومنه جزء سافر الخارج وجاب أموال وبقى صاحب أموال، منه جزء يعني اتعلم وبيستكبر ان هو يروح الغيط وكلام من ده ويزرع ويبقى كلام من ده. الحاجة الثانية غير نمط البيت، البيت اللي كان بالطوب والحاجات دي بقى بالأسمنت وبقى بالبلاط وكلام من ده، بيستعفف ان هو يربي فراخ في البيت. طب هل ترى حضرتك ان الايديولوجي بقى او الفكر الفلاح ان حضرتك دلوقتي بتقول بيستحي؟ بنقول ايه يعني بالنسبه للمنظومه الانتاجيه ككل؟ احنا دلوقتي عندنا بنقول مسلمات ان احنا انتاجنا اقل من استهلاكنا. ليه؟ لان الفلاح دخل معايا تمام كمستهلك بعد ما كان منتج. تمام. ده انا عايز ارجعه تاني للمنتج. هي بقى النقط دي عايزين بقى روشتة نصيحه بقى للفلاحين نعمل ايه. واحد انا عايز ارجعه تاني للمنتج. نرجع زي ما قلناها كتير، وكنت قايله في سبتمبر سنه 2011 كنت عامل دراسه خفيفه كده صغيره وطرحتها في تقرير اقتصادي. تمام. بنقول ان الفلاح ده لو هو خرج، لو قلنا الفلاحين، عدد الفلاحين في مصر يعادل 70% من السكان. لما هما دلوقتي بمجموع السكان اللي 100% بياكلوا من انتاج المدينه. طب هو لو انا خرجت 70% حتى على الاقل مش ما يصدروش المدينه، ياكلوا من عندهم، يتولوا تدبير احتياجاتهم بنفسهم. العرض هيزيد جامد. يبقى المعروض من السلع في المدينه هيزيد. تمام. ويرخص. اسعارها تنزل. هتنزل جامد. تمام. احنا عندنا مشكله النهارده من بدءا من الثوره كله بيطالب بزياده الاجور. زياده الاجور دي عباره عن ايه؟ عبارة عن نقود بياخدها زيادة الموظف علشان يضخها في السوق. طيب دي إذا النقود دي ما قابلهاش سلع بتعمل تضخم وارتفاع أسعار. طيب نقف عند كلمة تضخم. كلمة تضخم لأعزائي المشاهدين برضو دي حتة عرضا، أنا عايز أكمل موضوع القرية. طيب نكمل نخش في التضخم. أنا بعد قلت كده في موضوع القرية إن إحنا نرجع تاني نثقف أهل القرية ونخش معاهم كمساعدين ليهم ان هم يرجعوا ينتجوا مره تانية. ففي عندنا اسر، نبدا بالاسره الريفيه اللي هي لا عائله لها. لما ادي له قرض عن طريق الجمعيات التعاونيه الزراعيه على سبيل المثال ولا مؤاخذه جاموسه حلوب، المراه المعيله دي تكفي بها عيالها، تحلبها وتاكل منها عيالها لبن وجبنه، وعندها الجاموسه تلد كل 9 شهور او سنه مثلا، بتبيع منها منتجها ده او العجل الجاموس الصغير ده للتربيه او للذبح، فبيدر عليها دخل، ما تبقى هي تحولت من امراه محتاجه الى منتجه وبتكفي نفسها ذاتيا. تمام. وبتصدر الفائض عنها من الالبان للمجتمع الى المدينه او الى الاسر اللي حولها. تمام. لو عممت هذه الفكره تمام، يبقى احنا خدنا مثلا لو قلنا هذه الفئه تساوي 20% من اهل القريه، يبقى احنا خرجنا 20% من المجتمع ككل من مستهلك الى منتج. طب ايه رايك في نتوسع في الموضوع تاني، ندي قروض لتربيه العجول الصغيره. تمام. خاصه موضوع البتيلو اللي هم كانوا قضوا عليه في بدايه التسعينات. قضوا عليه في بدايه التسعينات ايام ما كان المشروع البتيلو تحول الى انتاج تسمين العجول حتى لا تصل الى 250 كيلو، وكانت اللحوم عندنا فائض فيها في نهايه الثمانينات. من قريب يا دوبك يعني. نهايه الثمانينات وبدايه التسعينات. تحول رهيب. توقف هذا المشروع فبدات ترتفع اللحوم. طب ما نعاود تاني ندي اقراض للفلاح الصغير ده انه يربي مجموعه من الرؤوس الصغيره دي، يربيها ويسمنها لحد ما تصل ل 250 كيلو.
بدل ما يذبح. والنهارده الكلام ده انا قلته يمكن في من فتره، ووزير الزراعه اصدر قرار بعدم ذبح البيتيلو حاليا اقل من 250 كيلو حاليا من يومين او ثلاثه في الاهرام بس، ولا هل هنعيد بقى موضوع القروض من الجمعيات الزراعيه وكام ده؟ هو دي حته، والحته الثانيه ان هو هيدي قرض 7000 جنيه لكل راس ماشيه. نمره 2 موضوع الجمعيات الزراعيه، انا قلت انها تدي اقراض للفلاح عشان يربي مواشي تمام ويربي دواجن، خدت بال حضرتك، ويصبح منتج. الكلام ده انا قايله بقول لك في سبتمبر 2011. تمام. النهارده الحكومه انتبهت لهذا الموضوع واصدرت قرار في 27 ديسمبر 2013 لاول مره قروض للجمعيات الزراعيه والاعضاء من الصندوق الاجتماعي دون وسيط في منظومه تحويل القريه للانتاج وزياده دخل الفلاح وخفض اسعار الغذاء. طب ده مازال قانون او اقتراح ولا هل هيطبق بالفعل؟ ده مقترح ويا ريت يطبق. ده الكلام ده نشر في 28 ديسمبر الاهرام صفحه تقريبا الصفحه الثالثه او الرابعه. تمام. الصفحه الثالثه. تمام. بالحضر. طيب احنا عايزين برضه نتحول موضوع تشجيع الفلاح، يعني قصه ان انا الفلاح عنده سلع اساسيه زي القمح، الذره، السلع بقى اللي هي كل مواطن بيحتاجها. سلع زراعيه. السلع الزراعيه طبعا. هل ايه دور الدوله في الموضوع ده انها تشجعه انها مثلا على سبيل المثال تشتري منه المحصول على سبيل المثال بسعر كويس، يعني ازرع قمح، ازرع قطن، ازرع ذره واحنا ما تقلقش هنشتري منك بسعر كويس. ليه الدوله ما تكونش لها دور في تشجيع الفلاح ان هو يزرع السلع الاساسيه وانا اخدها منه؟ دي عايزه زي ما بقول لحضرتك او النمره واحد ان احنا نبقى المنظومه ككل تبقى الفكر بتاعها متوجه الى الاكتفاء الذاتي. الى تحقيق الاكتفاء الذاتي. برضو من السلع الاستراتيجيه. السلع الاستراتيجيه زي القمح، زي الزيوت، منتجات الزيوت. تمام. زي السكر، زي المنتجات الغذائيه، اللحوم، الألبان، الأجبان، كل ده أنا عايز أعمل استراتيجية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. لو خدنا على سبيل المثال القمح، القمح يمكن السنة اللي فاتت أعلنت الحكومة أنها هتشتريه من الفلاح ب 400 جنيه. زاد توريد الفلاح للقمح. ده سعر كويس، 400 يعتبر 400 سعر كويس. أو ده تشجيع محترم. هو بيشتريه ب 400 أغلى من هو بيشتريه من روسيا. روسيا النهارده عرضه في الشهر اللي فات انها تورد طن القمح ب 320 دولار. لما احسبها هلاقي الاردب القمح اللي هو هيتاخد ب 400 جنيه من الفلاح هيصل الى حوالي 280 جنيه تقريبا، يعني ليها حسبه كده هتبقى 280 جنيه الاردب الواحد. يبقى هو هستورده بارخص من ان انا اشتريه. تمام. لا انا هشتريه باغلى من ان انا استورده علشان اشجع الفلاحين الفلاح انه يستمر، ان يستمر ويزرع ويحول الارض الزراعيه بدل من البرسيم وكلام من ده الى زراعه القمح ويوصلني للاكتفاء الذاتي. كنت عملت دراسه من سنتين عن القمح. تمام. في الموضوع ده كان في مركز اسمه مركز البحوث الاقتصاديه في وزاره الزراعه. كان ياما الوزير الزراعه اباظه كان بيقول مستحيل الوصول الى الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر. انا رحت المركز ده وجبت اخر تقرير ليهم عندهم، وكان بيرأسه ياما الدكتور البطران اللي اسمه البطران. تمام. واخد بال حضرتك؟ محسن البطران. تمام. محسن البطران. التقرير بيقول ايه؟ بيقول ان احنا بنزرع 3.2 مليون فدان قمح. انتاجيه الفدان 18 اردب. لو احنا بنحتاج يعني اجمالي اللي بيورد حوالي 7 مليون طن. احنا بنستهلك 14 مليون طن وبنستورد السبعه الثانيه. لو زودنا الارض الزراعيه 2.4 يعني 3.4 مليون فدان هنصل عندنا، قصدي اسف، كميه المنتج او المستهلاك 14 مليون، منهم 9 مليون طن للخبز المدعم. يبقى انا بيني وبين الخبز المدعم 2000 طن. تمام. طيب لما ازود انا المساحه الزراعيه الرقعه الزراعيه 2% هصل الى 9 مليون طن قمح. يبقى غطيت جميع الخبز المدعم. طب ده يوصلنا برضو لموضوع زياده الرقعه الزراعيه كاكتفاء ذاتي. اها. زياده الرقعه الزراعيه من 3.2 مليون فدان الى 3.4. ده يحتاج بقى سن قوانين ان انا امنع جدا. طيب كان عندهم دراسه وموجوده في مركز البحوث، هي ارتفاع رفع
إنتاجية الفدان من 18 أرداب إلى 22 و24 أرداب. طب لو ال 3.2 من 10 مليون فدان ارتفعت إنتاجيتهم من 18 أرداب إلى 24 أرداب، يبقى أنا هصل للاكتفاء الذاتي 14 مليون طن. تمام، ده رقم عالي قوي، هيدينا مساحه من الوقت ان احنا نكفي نفسنا. اكتفيت ذاتيا، مش هحتاج استورد ولا طن من بره. وعلى مستوى كمان على قدام همتلك قراري. تمام. دوله تمتلك قرارها، تمتلك غذائها، يعني تمتلك قرارها، خصوصا في السلع الاساسيه اللي حضرتك بتتكلم عنها. سلع استراتيجيه. طيب. مش اساسيه بس. نعم صحيح. النهارده رغيف الخبز لو غاب عن المواطن بتقوم ثوره، زي ثوره سنه 78 لما اترفع سعره من تعريفه الى قرش ساغ رغيف الخبز. قامت ثوره. صحيح. طيب عايزين بقى ننتقل من موضوع القريه الى موضوع اللي حضرتك لسه ذكره دلوقتي، موضوع التضخم. انا عايز اقول لاعزائي المشاهدين، موضوع التضخم بنسمع كتير كلمه تضخم، بس كتير مننا ما يعرفش يعني ايه موضوع التضخم. هو يعني مصطلح اقتصادي لكن كبير، بس ما حدش عارف يعني ايه التضخم. التضخم ببساطه هو عباره عن زياده في الدخول في دخل الفرد بيقابله زياده في السلع الاستهلاكيه. يعني على سبيل المثال، انا مثلا المرتب بتاعي 1000 جنيه على سبيل المثال، وبستهلك في الشهر ال 1000 جنيه كلهم، يبقى اللي جاي على قد اللي رايح. طيب اجي الشهر اللي بعد كده وفاجئ ان مرتبي زاد بقى 1200، افرح بال 200 جنيه، وفاجئ ان السلع زادت 200 جنيه كمان، يبقى برضه وصلنا لنقطه الصفر، يبقى اللي جاي برضه على قد اللي رايح. بقى الفرق الوحيد بس ان في ورق زياده جه في جيبي اللي هو 200 جنيه، لكن ايه قيمتهم؟ صفر، ما لهمش اي قيمه، هو اللي جاي على قد اللي رايح. طبعا في انواع كتير جدا للتضخم، بس ده الجوهر الموضوع. طيب هل في استاذ ابو الحجاج، هل في يعني اي اجراءات للحد من التضخم، ولا التضخم ده لازم كل سنه يزيد؟ لازم كل سنه يزيد. على يعني السنه دي 2013 في احصائيه رسميه بتقول ان احنا زدنا تقريبا 13 او 14% تضخم عن سنه 2012. هل لازم كل سنه تضخم وبعد كده يعوم الجنيه وما يبقاش له اي قيمه بعد كده، ولا في اي اجراءات ممكن الحق بيها؟ والله احنا نتمنى ان احنا نلحق المركب قبل ما تغرق. تمام. لكن احنا بنتكلم واتكلمنا عن التضخم وكيفيه ايقافه، يعني ايقاف او الحد منه الأسعار. الحد. تمام. ازود مثلا ارتفاع الاسعار. تمام. وهو التضخم معناه ارتفاع السعر في مقابل الجنيه. تمام. بمعنى ان القيمه السوقيه للجنيه بتنخفض، القيمه الشرائيه للجنيه بتنخفض. تمام. يعني بدل الجنيه ما بيجيب مثلا عدد 2 بيضه، تمام، بيجيب بيضه واحده. تمام. يبقى قيمته انخفضت من 2 بيضه لبيضه على سبيل المثال. يعني ما نفرحش بالزياده بقى بعد كده. يعني هو انا بقول يعني موضوع ان احنا المطالبه المطالبات الفئويه بزياده الدخول دي مشروعه للجميع، كل واحد عايز يحسن دخله. تمام. ولكن في ظل عدم الانتاج هي صفر زي ما انت قلت كده، بل تتناقص، لان زياده الاسعار بتزيد باكتر مما يزيد المرتب او يزيد الدخل. الحاجه الثانيه، في هناك فئات متضرره، يعني الفئات التعاقديه اصحاب الدخول التعاقديه الموظفين بيطالبوا بزياده المرتبات بتزيد. طب العماله المؤقته، العماله الفنيه، العماله اللي هي الاجريه، يعمل ايه؟ تمام. هيجيب منين؟ ما هو دخله يعني يكاد يكون بينعدم. بينعدم، ملوش مرتب ثابت، بيشتغل باليوميه، بيشتغل باليوميه. ما فيش حد هيزوده. تمام. الا اذا هو حاول يزود، فبالتالي في ظل البطاله اللي احنا موجودين فيها. تمام. مش هيعرف يزود او سعر الخدمه اللي بيأديها للناس. طيب على الارض بقى، يعني ايه 1 2 3 روشته كده نعرف احنا وجهنا؟ يعني كان في اخر دراسه في شهر 11 اللي فات. تمام. كنا اشرنا الى ثلاث نقاط. النقطه الاولى هي زياده الانتاج، وده لا محاله منه. في المدى البعيد، في المدى القريب لازم زياده الانتاج من جميع السلع التي يستهلكها المواطن حتى تصل الى ايده بسعر مناسب بدون ارتفاعات. طب اروح فين من جشع التجار برضو؟ انا ممكن ازود هي مش مساله جشع وبس، هي مساله يعني في فئه جشعه، ولكن نقص السلعه باليات العرض والطلب. تمام. لازم طالما نقص المعروض زاد السعر، هتزيد. لكن انا كان في حاله الزياده، انا هزود السلع وهزود المعروض، اضمن منين ان التاجر ما دام معلوش رقابه ان هو يفضل برضه مغلي؟ اتكلمت الدوله من 3 شهور تقريبا او 4 شهور عن موضوع الاسعار الاسترشاديه. كانوا طرحوا الاول، قالوا نعمل تسعيره جبريه زي ما كان في التسعينات، و
بداية التسعينات والثمانينات إلى أن اترفضت تماما وقالوا دي هتعمل سوق سودة وتخلي السلع تهرب وتباع في السوق السودة بعيدا عن الرقابة. تمام. طيب قالوا نعمل بدل الجبرية استرشادية. استرشادية يعني أحط تسعيرة الناس تبص عليها قبل ما تروح تشتري. لو لقيتها أعلى ما تشتريش. طب هو مجبر. ما فيش يد قانونية تنفذ أو تطبق هذه التسعيرة. ففشل. محتاجة رقابة طبعا. فشل. لأن آلية العرض والطلب أقوى من الثقافة الاسترشادية اللي هو بيتكلم عنها. طب حضرتك شايف برضو بعيد عن الثقافة يعني أو في بداية أول شهر طلعوا فيه التسعيرة الاسترشادية كان فيه نقص في البطاطس. كانوا بيقولوا إن السعر الكيلو يتراوح من 4 إلى 4.5. كان في السوق من 6 إلى 7. ما فيش التزام بالتسعير. لما تم طرح المنتج الجديد من البطاطس وكتر في السوق نزل ل2 و2.5. ده بقى اللي احنا بنتكلم التغيير على الارض. ايه العرض والطلب. حاجه فعليه بقى نقدر نمسكها. السعر نزل. تمام. يبقى انا المطلوب مني زياده الانتاج، ازود المعروض. ما عنديش استورد. تمام. مش استورد سلع رفاهيه، لا استورد السلع الاساسيه للناس. النقطه الثالثه يعني نمرة واحد زيادة الإنتاج ده ضروري. تمام. نمرة اثنين إما أفرض التسعيرة الاسترشادية جبريا وده هيصطدم بجماعات المصالح والتجار وما إلى ذلك وهيرفضوها تماما، يا إما الحل الثالث هو إن الدولة ترجع زي زمان. لما كانت بترعى الفئات المهمشة أو الفئات الفقيرة. تمام. اللي بيسموه البيع بالسعر الاجتماعي. الدولة منتجة بتبيع بسعر اجتماعي زي دعم مثلا ولا لا غير مختلفة؟ غير الدعم اللي هي الجمعيات الاستهلاكية حضرتك تقصد. الجمعيات الاستهلاكية الشركات المنتجة. تمام. المنتجة الحكومية اللي اتباعت في خصخصة القطاع العام بتراب الفلوس. ترجع تنتج تاني، تنتج سلع وخدمات وتديها للجمهور بسعر التكلفة. واخد بال حضرتك؟ انا دلوقتي مش هقول نرجع الشركات اللي بيعت كلها، مش هنقدر. خلينا في الجمعيات الاستهلاكية اللي هترعى قوت المواطن. عندنا جمعيات استهلاكية بس مش في كل الأماكن. أزود عدد الجمعيات دي وأطرح فيها جميع السلع، مش مجموعة من السلع يعني الأساسية مثلا ولا لا. يعني تشمل الخضار والفاكهة واللحمة وكل الأسماك وكل حاجة، وأزود عدد فروع الجمعيات الاستهلاكية وأزود المنتج فيها، المبيع فيها، ورخصوا عن السوق كده. يعني بدون ما انا افرض تسعيره جبريه خلاص انا كده بعيد خالص عن التسعيره الجبريه ولا الاسترشاديه ولا انا اجبرته. حل عملي. المواطن ينزل من بيته يلاقي جمعيه لقى التاجر مغلي السلعه يروح الجمعيه. بالظبط. دي يجبره ان هو يرخص. ما هو ده اللي بتكلم عليه، ان هو يبقى هو لما يلاقي ما حدش جاله هيرخص. بالظبط بالظبط. ما هو ده اللي بتكلم عليه. تمام. اجباريه بدون اجبار. يبقى هنا الدوله تدخلت وجابت منتج، زودت منتج في السوق. تمام. وتروح في اماكن ما فيهاش جمعيات، في مؤقتا العربيات الجوالة التوزيع مثلا. الجوالة دي عربيات بتوزع لحوم وعربيات بتوزع أسماك، عربيات بتوزع خضروات، بس حقيقة تابع للحكومة تابع الجمعيات. أنا مش شايف ديت فعالة. وأنا شفتها في الأنابيب، شفتها في العيش، لكن مش شايف إنها في بقية السلع دي مفروض تبقى موجودة دلوقتي. علشان إذا كنت عايز أنا أوصل سلعة للمواطن يشعر بإنها أرخص من السوق، يبقى لازم أعمل كده دلوقتي. في ظل الظروف الصعبة اللي إحنا فيها دي. يبقى لازم يا اما اوسع من الجمعيات وفروحها. تمام. ازود المنتجات فيها. تمام. وادخل منتجات جديده اللي هي خاصه الاساسيه للمواطن. سيارات الجواله، انزل العربيات اللي توزع في المناطق اللي ما فيهاش جمعيات. يعني على سبيل المثال مدينه زي اكتوبر دي عندنا ما فيهاش غير جمعيتين. جمعيه الاهرام فرعين، فرع في السادس وفرع في الحي السادس. رغم ان اكتوبر كانت زمان محافظه، يعني المفروض يكون فيها يعني فروع يعني جمعيتين استهلاكيات تغطي يكفوا. ما فيهاش خضار. الاثنين مش خضار. الاثنين ما فيهمش خضار، فيهم لحمه، فيهم رز، فيهم زيت، فيهم مش عارف. طب الاسعار في فرق في الاسعار؟ طبعا في فرق. في فرق، فرق بسيط لكن دي موجود. فرق بسيط لكن موجود. بتبيع بتدار بمنطق الربح والخساره، لان جمعيه اقتصاديه. تمام. انا عايزها جمعيه تعاونيه استهلاكيه تدورها الدوله. لا تهدف للربح. علشان اقدر ارجع تاني ادي المواطن زي ما كان الناس لما كان السكر. ايام انا فاكر ايام السكر وصل لربع جنيه، كانت الجمعيه بتبيعه ب 16 قرش، كانت تلبسوها في طوابير.
يعني فرق تسعة ساغ، وكانت تسعة ساغ ليها شلنا ورنا قيمة، ما فيش تضخم بقى. كان يقف في الطابور عشان يشتري كيلو سكر ب 16 قرش من الجمعية. يقف يشتري فرخة ب 68 قرش من الجمعية، لأن هيجيبها بره بجنيه وجنيه وريال. تمام. طيب احنا عايزين برضو نستغل الموضوع ده، ما دام اتكلمنا على قصه القريه، اتكلمنا على دور الدوله، عايزين في حاجه بنسميها البروسيس ديكريس، اللي هي في عندي منتج وعندي مستهلك. تمام. المنتج ممكن يطلع السلعه بسعر رمزي او رخيص على ما توصل للمستهلك، على حسب تكلفته، على نقول نفترض ان هو مناسب، نقول معقول، على ما توصل للمستهلك بتكون غلت جدا، تضاعف بسبب ان المنتج بيديها لواحد وواحد بيديها لواحد خمسة على ما توصل للمستهلك. طب ازاي نقلل، نعمل ديكريس بقى، نقلل الوسائط دول؟ المنتج للمستهلك عن طريق وسيط واحد على الاقل، هي الجمعيات الاستهلاكيه، او نعمل حاجه اسمها هامش ربح لكل حلقه من حلقات التداول. بمعنى ان الفلاح بينتج الزرع يكلفه من ايجار ارض، من سماد، من ري، من فلاحه وخدمات، خدمه فلاحه. المهندس الزراعي يقدر يحسب لنا تكلفه المنتج ده كام، وادي له هامش ربح 20% او 25% عشان يبيعه لتاجر الجمله. تاجر الجمله نقله من الزراعه لسوق الجمله، ادي له هامش ربح على قدر التعب اللي تعبه او المصاريف اللي نقلها، وادي له هامش ربح خفيف. طب مين الراعي بقى في كده؟ مين يضمن؟ الدوله. الدولة عن طريق لجنة تشكل من المحافظة، من التموين، والغرف التجارية، والطب البيطري، والزراعة، تجتمع أسبوعيا عشان تحدد سعر كل سلعة. أسبوعيا لأن السلعة بتتغير من أسبوع لأسبوع، وتطرح هذه الأسعار علشان ما فيش حد يغالي في السعر. النهاردة لو قلنا بيقول لك إيه الفلاح اللي غلى، لا الفلاح ما غلاش. بعض السلع ومعظمها يعني السلع الغذائيه بيشتروها تجار الجمله على ارضها من قبل ما تنتج، بيروح يشوف الغيط ويقول له الغيط ده بيساوي كذا. يعني الفلاح ملوش دعوه اصلا بالموضوع، يعني ملوش دعوه، هو سلمه له مزهر عليه زهر، يعني بيشوف كميه الزهر دي هتنتج قد ايه تقريبا، هو بيروح دافع ثمنها ويستنى لما يطيب بتاعه. واحيانا ما بيستناش، ده بيرشه بالهرمونات عشان يعجل من النضج، وياخده يبيعه. اذا هنا الفلاح مش الفلاح اللي غلى، التاجر الجمله وتاجر التجزئه اللي خد منه وبيغلي بيغلي بصوره حسب العرض والطلب. المنتج ده كتير منه يبقى بينزل سعره، المنتج ده قليل يبقى انا اخد منه اقصى ربح ممكن. تمام. انا لا الومه في ذلك، بس لكن المفروض الرحمه بتقتضي ان انا اكسب بالحلال الحد يعني المتوسط، مش هقول الحد الادنى، المتوسط، بلاش المغالاه. تمام. ليش المغالاة؟ إذا كان يعني كيلو الطماطم بيطلع من الغيط من عند الفلاح في بعض الأوقات بيوصل لربع جنيه، أبص ألاقيه وصل لإيد المستهلك لاتنين جنيه، تمن أضعاف كتير. مصالح بقى، خليه يوصل جنيه وفير. خليه يوصل 75، ثلاث أضعاف، يعني إنه يوصل تمن أضعاف كتير جدا. تمام. طيب دي الإجراءات اللي إحنا ممكن نعملها لحد من الموضوع ده. طيب عايزين نخش بقى على موضوع تاني، او سبب تاني بيسبب غلاء الاسعار، الا وهو البطاله. عندي احصائيه نشرتها جريده الجمهوريه اونلاين، موقع الكتروني على الانترنت. احصائيه بتقول عن البطاله، ارتفعت معدلات البطاله في مصر حتى نهايه النصف الاول سنه 2013 الى 13.2% بعد ان كانت في حدود 11.9% في النص في سنه 2012، لكن في النص الاخير او النص الثاني وبالتحديد لحد نوفمبر وصلت البطاله في مصر، نوفمبر يعني الشهر اللي فات على طول، وصلت البطاله في مصر الى 14.6%. يعني اعتقد يا استاذ ابو الحجاج احنا في ظرف استثنائي عالي قوي للنسبه. نعم نعم. احنا في ظرف استثنائي، مصانع كتير بتتوقف، يا اما تتوقف جزئيا او كليا بسبب الانفلات الامني، بسبب صعوبه او المطالب الفئويه. يعني كثير من العمال في مصانع الكبيره بيطالب بزياده اسعار، في حين ان هو مش قادر يسوق منتجه. حين المصنع مش قادر يسوق منتجه في ظل الانفلات الامني، الجو اللي احنا عايشين فيه، وبالتالي بدل ما هو يفلس فبيتخلى عن مجموعه من العماله الموجوده، يبقى كل يوم في بطاله بتزيد، او في ناس بتتحولوا الى
من فئة العمال إلى فئة البطالة أو المتعطلين. ده اللي بيرفع من نسبة البطالة. طب إيه الحل؟ الحل هو في طريقين. الطريق الأول إن إحنا نرعى المصانع التي أغلقت حالا أو توقفت جزئيا، إن إحنا نعيد تشغيلها من تاني. كمين بقى؟ كحكومة ولا كجمعيات أهلية؟ تخش الحكومة ممثلة في الصندوق الاجتماعي، ممثلة في المحافظات، ممثلة في البنوك الحكومية، ترعى هؤلاء الناس، أشوف إيه اللي النقص عندهم وحاول أنا يعني أحاول أشغله بأي شكل. تمام، أشغله بأي شكل. الحاجة التانية إن أنا أزود المشروعات الإنتاجية. ده أنا عملته في دراسة سميتها دراسة الصناعات الصغيرة، واسمها دراسة المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية. المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية. في التنمية. تمام. خلاصة الدراسة بنقول إن إحنا لازم نوصل للمصانع التي أغلقت والمصانع التي توقفت جزئيا، وأشوف أسباب توقفها أو إغلاقها، وأعيد دورة العمل فيها من تاني، سواء كانت أسباب مادية، أسباب فنية، أسباب أيا كانت، أمنية مثلا، أيا كانت. أنا عندي علماء، عندي فنيين، عندي بنوك مكدسة فيها سيولة مش لاقية اللي ياخدها. لازم أشغلها بقى، لازم أضخ في السوق، أشغل الصناعات دي علشان على الأقل ما تتخلاش عن الناس اللي فيها. نمرة اتنين، من ناحية تانية هتزودني الإنتاج. دي النقطة التانية ولا دي؟ لا، هي من يعني من ضمن الحاجة دي. النقطة التانية إن أنا أزود المشروعات الصغيرة. أعمل كانت في الريف ولا من جديد. دي حاجة تانية. المشروعات الصغيرة اللي هي بيقودها شخص واحد، بيمتلكها شخص واحد. ودي كانت سبب تنمية ماليزيا ودول كتير من دول شرق آسيا. المشروعات الصغيرة. المشروعات الصغيرة. وأول شروطها إن أنا أدي المشروع الصغير قرض في البداية بدون فايدة، أول قرض. جميل. بدون فايدة. تمام، تشجيع. عندما يبدأ العمل لو احتاج قرض تاني أدي له بفايدة بسيطة. كان ده أنا قلته في الدراسة من 3 شهور. النهاردة بيفكر فيه الدكتور أو اللواء لبيب، واخد بال حضرتك، اللي هو عادل لبيب، واتكلم عن نفس الكلام اللي أنا قلته في الدراسة. تمام. شرحه في يوم 19/12. طيب. مجلس المحافظين يناقش اجتماع الإقراض بدون فوائد للشباب. تمام. وكيان مستقل للمشروعات الصغيرة. كيان مستقل ده أنا قلت إن إحنا عشان خاطر المشروعات الصغيرة أكتر حاجة بتوقفها هي مجموعة معوقات، منها عدم الخبرة في الإدارة، المعوقات التمويلية، المعوقات التسويقية، والمعوقات الفنية. طيب أنا لما أعمل حاجة اسمها حاضنات الأعمال، بمعنى؟ بمعنى إن حاضنة الأعمال دي بيبقى كيان حكومي عنده تمويل حكومي برضو، أو سواء من الهبات أو المنح الخارجية، بيسجل عنده مجموعة من المشروعات، يديهم إقراض زي ما قلت أول مرة بدون فايدة، تاني مرة بفايدة بسيطة. ويبقى هذا الكيان اللي هو حاضنة الأعمال فيه ناس فنيين، ناس خبراء في التسويق، وعنده منفذ لتسويق المنتج اللي هيطلع من هذه المشروعات. يعني يتولى المشروع من أول لآخره بمعنى أصح. يعني يبقى عندي 100 مشروع، 200 مشروع تابعين للحاضنة، بدأتهم الحاضنة بالقرض بدون فايدة، خدت منه المنتج سوقته له، لو توقف في فترة من الفترات بتدخل بالفنيين بتوعي بعيد له الانتاج مرة تانية. طيب. علشان ما يتوقفش. طيب احنا دلوقتي بيدهمنا جدا جدا، والقعدة مع حضرتك مفيدة جدا. يعني تقريبا نقص مخرجنا العزيز بيخبرني تقريبا 5 دقايق. عايزين ننتقل لنقطة سريعة ومهمة جدا جدا. حضرتك قبل الحلقة كنت بتقول لي ان كانت موجودة الاتفاقية اسمها اتفاقية السودان، اللي هو الاستيراد اللحوم للسودان، ولكن توقفت. مش اتفاقية، هي كانت امل وحلم مصر ان احنا يبقى في طريق بري بينه وبين السودان، علشان نستفيد من الوفرة الغذائية في السودان وخاصة في اللحوم. طب ايه موضوع المشروع ده؟ المشروع ده اتصرف عليه مليارات عشان يتعمل الطريق البري، والطريق البري اتفتح قبل الكلام ده، قبل رمضان بفترة وجيزة، واتعمل مجزر آلي في جنوب اسوان في منطقة ابو سنبل عند التقاء مصر والسودان،
وبدأوا يشغلوا تجربة المجزر الآلي ان تيجي المواشي من السودان علشان الحجر البيطري والأمراض تسبح هناك وتخش اللحوم مبردة. تمام. ولو انت حضرتك من ضمن المواطنين ولاحظت الشوادر اللي اتنشرت في الشوارع بتبيع اللحم السوداني ب 40 جنيه. 40 جنيه؟ 40 جنيه. وكان مأمول لها لما تزيد تصل ل 30 جنيه. إلى أن هذا المشروع توقف فجأة وحط 100 علامة استفهام. وأنا سألت الحكومة في آخر تقرير ليا مشروع السودان لماذا توقف؟ ده مشروع استيراد اللحوم من السودان لماذا توقف؟ طفرة هايلة في لصالح مين؟ طريق بري اتصرف عليه مليارات الجنيهات ومجزر آلي اتعمل في جنوب أبو سنبل وتوقف بعد 15 يوم من افتتاحه. ليه؟ طيب ده سؤال بوجهه للاستاذ ابو الحجاج لمن يهمه الامر للمسؤولين، ليه توقف المشروع اللي يعني هو بيعتقد بل احنا متاكدين انها تحصل طفره في مصر في سلعه مهمه ويمكن استراتيجيه زي اللحوم؟ يعني عندنا اللحوم، عندنا اراضي شاسعه في السودان يمكن زراعتها بالقمح، وموضوع الطريق البري ده هيسهل نقل المنتجات من السودان لمصر. يعني حاليا دلوقتي كنا بنستورد اللحوم من السودان عن طريق الطيران. تمام. الطريق البري في دراسه قالوها الخبراء انها يخفض التكلفه 70%. تمام. 70% يعني في كل المنتجات بقى، مش في اللحوم بس. ده انا عندي السودان فيها وفره في اللحوم، فيها وفره في الالبان، فيها وفره في القمح، فيها وفره في الاراضي الزراعيه اللي ممكن تزرع اي شيء. اي شيء يكفي العالم العربي كله. يعني كان قيل زمان ان السودان سله غذاء الوطن العربي وسله غذاء افريقيا. صحيح صحيح. ليه احنا ما نبداش خطوه جاده لوجه الله ولوجه الوطن، خصوصا في الاوقات العصيبه اللي احنا بنمر بيها؟ ده اولى يعني بينا ان احنا نفكر بجديه في الموضوع، نتخلى عن المكاسب الشخصيه، نتخلى عن الـ يعني اقول ايه بس اقول ايه. صحيح. طيب عشان الوقت برضو بدهمنا، عايزين برضو في باختصار اسال عن دوري كمستهلك في ظل ارتفاع الاسعار. انا دوري اول ما اروح الاقي الاسعار مرتفعه اشتري وخلاص وما افكرش واعمل ايه؟ عندي جهاز حمايه المستهلك بطل زي ما بيقولوا في المثل. طب في جهاز حمايه المستهلك استغني عنها، سلعه اقدر استغني عنها او اتخلى عنها مؤقتا احجم عن شرائها. لكن السلعه الضروريه اللي هي ما اقدرش يعني اعيش من غيرها، لا مضطر اشتريها وامر لله. انما لو سلعه عندي فيها يعني انا اقدر اتخلى عنها يوم واثنين اصبر نفسي ما اشتريهاش يوم واثنين، هي لو قعدت عند المنتج او عند البائع يوم واثنين هيضطر ينزل سعرها. لما التكالب على الشيء ده بيرفع الطلب عليه، والطلب بيقابله عرض قليل، فبالتالي الاسعار بتزيد. طيب عايزين برضو نتكلم عن جهاز حمايه المستهلك. ناس كتير جدا ما تعرفش ان في حاجه اسمها جهاز حمايه المستهلك، ده اللي بيقوم على المفروض ضبط الاسعار والمفروض توعية الشعب والمواطنين. عندنا جهازين بدورهم في تجاه الموضوع ده، يعني جهاز حماية المستهلك وجهاز منع الاحتكار. المنافسة ومنع الاحتكار. الجهازين هقول لك مفعلين بنسبة 20%. 20% فقط. الحاجة الوحيدة اللي عملها جهاز المنافسة وحماية ومنع الاحتكار هو موضوع فرض غرامات على مصانع الأسمنت من سنتين تقريبا. وكان قبل الثورة، بعد الثورة ما حصلش منه أي حاجة. تمام. جهاز حماية المستهلك قاعد بس بيتلقى الشكاوى من واحد اشترى جهاز ولقاها صيني وباظ، ما والمنتج او البائع مش راضي يرجحه له. ده كل اللي دوره بس. انما ما فيش دور فعال انه ينزل السوق ويدرس ويمنع المواطن الاحتكاريه او يبلغ عنها جهاز المنافسه وحمايه ومنع الاحتكار. ده دوره ضعيف جدا. طيب جدا. حاجة تانية، النهاردة لما بكلمه على شكوى حتى لو شكوى صغيرة ان هي في غش تجاري في سلعة ما، على ما يستجيب لي يكون الدنيا. طيب استاذ ابو الحجاج يعني بارك الله فيكم، حقيقة انا عن نفسي استفدت كمواطن، واعتقد الكلام احنا يعني نزلنا لكل الناس، كل الناس اعتقد فهمت كلامنا الاقتصادي بشكل مبسط جدا. الاستاذ ابو الحجاج مراد محمد الخبير الاقتصادي ومدير عام الشؤون الاقتصاديه بالغرفه التجاريه الجيزه، يعني ممكن في 30 ثانيه ان شاء الله. اتفضل. للسيد اللواء عادل لبيب. طبعا هو الكلام اللي قايله ده كلام جميل جدا، انا قلته في دراسه اقتصاديه موجوده عندي، واتمنى التعاون بين وزاره الحكم المحلي او المحافظات او مجلس المحافظين تمام. وبين الغرفه التجاريه بالجيزه لتفعيل هذه الدراسه.
تمام. واحنا لان الحجاجة اهو موجود والدراسة موجودة، نتمنى الصغيرة انها تكون بادرة خير لتشغيل المصانع العاطلة في اكتوبر. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا استاذ ابو الحجاج. والدراسه موجوده والاستاذ ابو الحجاج موجود، يمكن للمعني ان يستخدم هذه الدراسه للتفعيل، جاهزه ناقص بس نطبق بس. نشكرك استاذ ابو الحجاج، شكرا جزيلا. والشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات، نشكر لكم يعني حسن استماعكم وانصاتكم، وعلى موعد بلقاء متجدد ان شاء الله. لكم منا اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.